طيب خلينا نروح مع حضراتكم الحقيقة لقضية هامة جدا، وبقتش مجرد قضية يعني بتناقش على هامش المحافل الدولية، ولا بقت قضية بسيطة، ولا بقت قضية حتى بنناقشها على المدى البعيد. الحقيقة أنه مبقاش في دولة بعيدة عن مخاطر التغيرات المناخية، الكل هيعاني من الأزمة دي، وبالفعل في دول بقت بتعاني حاليا زي أمريكا اللاتينية. منطقة الكاريبي بتعتبر من أكثر المناطق اللي بتتعرض للجفاف والحرائق والفيضانات. خلينا نتابع مع حضراتكم تأثير التغيرات المناخية على هذه الدول، خاصة كمان منطقة غابات الأمازون. أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تعد من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ، خاصة بعد تعرض الدول للجفاف والحرائق وكوارث الفيضانات، بالإضافة لتعرض غابات الأمازون للحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار. ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن غابات الأمازون المطيرة تضررت بشدة من الجفاف غير المسبوق ودرجات الحرارة المرتفعة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات موت الأشجار وانخفاض إنتاجية الغابات، مما أدى إلى تحويل مناطق الغابات إلى مصدر لانبعاثات الكربون في الغلاف الجوي. ناهيك عن انخفاض وفرة الشعاب المرجانية وكثافتها في أمريكا الوسطى والشمال الغربي والشمال الشرقي لأمريكا الجنوبية، وكذلك فقدان الأنهار الجليدية في جبال الأنديز من 30% إلى أكثر من 50% من سطحها منذ الثمانينيات. يمكن فكرة يعني التغير الخاص في المناخ زي ما قالت جمانة ما فيش حد بعيد عنه، ويمكن المتابع للأحداث كده خلال الفترة اللي فاتت هلاقي إن كان في حرائق كتيرة موجودة في الغابات بدون سبب، السبب الوحيد فيها هي ظاهرة الاحتباس الحراري، وعلشان كده في اتجاه وتوجه كبير للاقتصاد الأخضر لما ليه من أهمية كبيرة جدا في تقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة كمان الهيدروجين. بنشوف دلوقتي التحول لإنتاج الطاقة من الهيدروجين، ولمصر دلوقتي يعني نتكلم بقى على مصر تحديدا، مصر دلوقتي بقى ليها دور مهم جدا في ده لأنها بتتجه لهذا النوع من أنواع الوقود. بس خلونا نتكلم زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة إن الرقعة الزراعية اللي زادت 400,000 فدان كان في عمل متوازي أو خطة كاملة متكاملة، كان في بنفس التوازي اللي بيتم فيه زيادة الرقعة كان في صوامع. نفس الفكرة في ملف الطاقة، علشان خاطر اللي احنا نتجه لهذا الاتجاه العالمي ونبقى أصدقاء للبيئة ونحافظ على البيئة، كان في برضو في ملف الطاقة تنوع في كل أنواع الطاقة المستخدمة. هذا التنوع خلانا النهاردة يبقى عندنا فائض، الفائض ده نقدر من خلاله اللي احنا ننتج الطاقة من خلال الهيدروجين اللي ما ليها من يعني علشان نقدر نولدها. يعني بشكل عام يا أحمد يعني فكرة التوجه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة، والحقيقة برضو خطة استباقية ونموذج الحقيقة يعني لتجربة مصرية بالفعل بيتم استعراضها في كل المحافل الدولية للتعامل مع قضية تغير المناخ. وطبعا مصر هتستضيف مؤتمر المناخ العالمي COP27 السنة دي إن شاء الله في شهر